أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الرسالة الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى وما حملته من مضامين مطمئنة للمواطنين والمقيمين بقدرة مملكة البحرين على تجاوز جائحة كورونا من شأنها تعزيز الإرادة والمسؤولية الوطنية والتأكيد على التكاتف والتعاضد وتضافر الجهود بين الجميع من أجل الوصول إلى بر الأمان وتحقيق الأمن الصحي والمجتمعي. أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بما تحققه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى رعاه الله من تميز وريادة في التصدي للجائحة. شاد معاليه بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعتها المستمرة لكل التطورات والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، ومنوها بالقرارات والإجراءات التي تصدرها اللجنة التنسيقية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. نوه معاليه لأن المملكة كانت وما زالت سباقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أنها تعتبر من أوائل الدول التي حرصت على إطلاق حملة وطنية للتطعيم وتوفير عدد من اللقاحات مجانا للمواطنين والمقيمين بصورة عادلة ومتكافئة.